الله يجزاك بخير ابو فيصل. ما نمت يا اخي رب. ها ما نمت من بعد الظهر. والله انا تقلبت زيك ها. انا ما نمت اخر عشر دقائق والله ما نمت. وايل ايش الطبخه هذه؟ ها ما تعرف تطبخ صح؟ نهائيا بس حطيت. ايش قلت له طيب؟ قلت انا طبخت عشان ادخل السجن مع الفوزان. يا اخي ايش اسوي؟ جاب لي 20 طبق ويقول لي طبخ. انا ورط زبده وزيت جبنه وجبنه من وسويت حميه. انا جاي اطبخ عشان اروح عند عبد المجيد. قول ما اعرف اطبخ. لا كذا عشان اطلع ماني طباخ قدام الحرمه وانا اقول له كل شيء اسوي. كل شيء حطيته حتى الدجاج يقول لي مرات تقطعه وحطيته. بندر جاني اول يوم. انت تلقاها من ابو علي ولا من ابو كاتم؟ والله الهيبه راحت كلها عندك انت. ولا الظاهر انك بتجي مع الجهات ملمخ. ها لا دائما يجي يقول والله انا في الكشاف اول يوم مطبخ كان انا وياه. قال والله الكشافه علمتني كيف اطبخ. يا اخي الكشافه طبخات كلها على النار. اما سوينا عماره طبخات على النار. هذا ايش تطبخ عليه؟ على المويه اطبخ؟ لا 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 يعني لحم دجاج.